غزوة بدر الكبرى يقول أحد المجاهدين في صباح يوم المعركة: صفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفوفا فأوقفني في الصف الأول. يقول هذا الصحابي: فوجدت أمامي 1000 فارس مدججين بالسلاح، لأن عدد المشركين في ذلك اليوم كان 1000 رجل وعدد المسلمين 313 فقط، بين شاب وكهل وشيخ. كانوا مجموعة أصحاب رسول الله في ذلك اليوم. يقول: لما أوقفني رسول الله في الصف الأول التفت إلى يميني، فلعل الذي عن يميني يكون فارسا شجاعا أحتمي به في لحظة القتال، فإذا به شاب لم يبلغ الحلم، أي كان عمره أقل من 16 عاما. فالتفت إلى شمالي لعل الذي عن شمالي يكون فارسا مقداما أحتمي به في ساعة القتال، فإذا به الآخر أيضا شابا لم يبلغ الحلم. فلما التفت إليهما كأن في رأسيهما سؤال، كان يبحثان عن طريقة لإلقائه علي. فلما التفت إليهما وجد المجال لطرح هذا السؤال، فقالا لي: يا هذا من هو أبو جهل؟ إننا نسمع به كثيرا. وكان أبو جهل راكبا على فرس له يرعد ويبرق بين الصفين ويتجول أمام الجيش المعادي وهو يشجع الجيش على القتال. فلما قالا لي هذان الشابان: من هو أبو جهل؟ إننا نسمع به كثيرا ولا نعرفه. قلت لهما: هو هذا الذي يتجول بين الصفين. فخرجا دون أن يقولا لي شيئا. هذان الشابان خرجا من هذا الصف وتقدما نحو أبي جهل، فظنهما أبو جهل أنهما يطلبان الأمان منه، خرجا إليه ليطلب الأمان منه، فلم يلتفت إليهما حتى إذا وصلا إليه جعل يضربانه بالسيف حتى صرع، فوضع أحدهما قدمه على وجه أبي جهل ليحتز رأسه. فالتفت أبو جهل إليه وقال: حتى أنت يا رويع الغنم أصبحت من أمة محمد؟ فاحتز الشاب رأسه وجاء برأسه إلى النبي قبل أن يبتدأ القتال. هكذا قد يكون في الشباب الخير الكثير.